يا ترى لو عندك وصفه مكتوب فيها دوائين، مكتوب فيها نيبو او الماده الفعاله بتاعته بنسميها بيتا سيتوستيرول، ومكتوب معاها مطهر يحتوي على الايودين او المعروف باسم بيتادين، يا ترى تقول ايه للمريض بتاعك علشان يستعمله استعمال صح وبدون مشاكل؟ خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي، حضرتك بتشاهد قناه اوبتوس فارماسيست، حلقه كل يوم ثلاث من لازم تعرف. اهلا بيك. في البدايه بحب اشكر كل الناس اللي بيشتركوا معانا ويجاوبوا على الاسئله بتاعتنا، وان شاء الله زي ما اتفقنا في نهايه كل حلقه هيكون في سؤال جديد، لما نخلص الحلقه دي روح شوف السؤال وسيب لي اجابتك في التعليقات. كلنا نسمع عن ماده بنسميها الايودين او البوفيدين ايودين. الماده دي معروفه من سنين طويله جدا، ولانها قويه كمطهر بتقتل بقى بكتيريا فطريات فيروسات ما بتخليش. المادة دي لنجاحها بنستعملها حتى كمان قبل العملية. طبعا منتج البيتادين ده مشهور في العالم كله، ممكن هتلاقي منه منتجات على هيئة بخاخ للجروح، هنلاقي منه حاجات مطهرة بعد العمليات، في حاجات مطهرة خاصة بقبل العمليات، هنلاقي في منها ماوس ووش او مضاد للفم، هنلاقي في منه كمان غسول نسائي، فمنتجاته كتيرة جدا. مش شرط تلاقي اسم بيتادين، ممكن تلاقي اي اسم تاني كشركة تجارية، لكن المادة الفعالة اللي فيه بنسميها بوفيدين ايودين. معلومة جانبية كده عن بوفيدين ايودين او عن ايودين تحديدا، ما ينفعش استعمله مع شخصين. الشخص الاولاني الست الحامل، لانه هيمتص وهيوصل للغده الدرقيه بتاعت الجنين وهياثر عليه. اما الشخص الثاني اللي هو اصلا فعلا مريض غده درقيه، فالمفروض ان انا ابعد عن اي منتجات تحتوي على الايودين. من ضمن استعمالات البوفيدين ايودين او الايودين تحديدا اللي احنا لسه حتى يومنا هذا بنستعملها، ان احنا بنقيس حاجه بنسميها الدبل بوند جوه المركبات. يعني لو عندي دهون عاوز اشوف فيها كميه الدبل بوند اللي فيها، اللي هي الدهون المشبعه والغير مشبعه، بستعمل معاها اليود. ليه اليود؟ لان الايودين ده بيخش يكسر الدبل بوند بسهوله، وبعدين برجع اقيس كميه الايودين اللي المركب ده شالها. فمعنى كده ان هو قوي جدا على اي مركب هيحتوي على دبل بوند. وده ليه؟ لان هو ماده بنسميها اوكسيدايزنج ايجنت، ماده مؤكسده قويه جدا. طب دي المعلومه الاولانيه على البوفيدين ايودين. طب بالنسبه للبيتا سيتوستيرول او المرهم المعروف تجاريا باسم الميو. البيتا سيتوستيرول طبعا ده ليه استعمالات كتيره جدا في العالم، بيخفض الكوليسترول وبيقلل مشاكل السرطان وبيقاوم مشاكل الكبد وغيره، لكن احنا بنتكلم عليه كحاجه موضعيه كمرهم بعد الجروح بعد الخياطه ممكن لقرح الفم، يعني بنلاقيه تقريبا في كل الوصفات اللي بيكون موجود معاها ايودين. البيتا سيتوستيرول تركيبته زي ما احنا شايفين كده قريبه جدا من الاسترويد من الكورتيزون، فلما يتحط معاه ايودين الايودين مباشره هيروح يكسر الدبل بوند بتاعته ويخرب لي المركب. علشان كده نلاحظ ان الناس اللي بتستعمل الاثنين مع بعض، المطهر اللي هو الايودين ويحط بعديه على طول الميمو او يحط بعديه اي مرهم بيحتوي على بيتا سيتوستيرول، هنلاقي تاثير العلاج ده بيطول. يعني الدكتور بيكون عامل حسابه ان الجرح او الخياطه تلتئم في خلال يومين ثلاثه اربعه، بنلاقي الموضوع بيوصل مثلا اسبوع او 10 ايام. وبالنسبه للشخص اللي بيستعمل الاثنين مع بعض، هو نفسه بيحس ان في ريحه مش كويسه بتظهر لما بيحط قبليه الايودين. السبب في الكلام ده ايه؟ ان احنا زي ما قلنا ان الايودين بيكسر المركب اللي بيحتوي على البيتا سيتوستيرول. طب ايه الحل؟ المفروض انا كصيدلي شاطر، المفروض من ضمن اهم وظائفي ان انا اعلم المريض، اعمل بيشنت اديوكيشن. طب انا بعمل هنا ايه علشان اخلي المريض يستعمل العلاج بحيث ان يجيب معاه نتيجه افضل نتيجه ممكنه واقل اثار جانبيه؟ هنا انا في عندي حلين، يا اما الحل الاولاني ان انا الغي الايودين، استعمل اي مطهر تاني قبل ما بستعمل البيتا سيتوستيرول. زي مين؟ زي كلوروهكسيدين، لكن للامانه الكلوروهكسيدين اقل في المفعول بكتير جدا من الايودين. طيب يبقى الحل التاني ان انا اعمل ايه؟ الحل التاني ان انا اقول للمريض يستعمل البوفيدين ايودين عادي. استعمله الاول واسيبه خمس دقائق 10 دقائق، وبعديها ارجع اشطف مكانه كويس جدا، وافضل حاجه في الشطف مش هي الميه، محلول الملح. محلول الملح احطه على مكان الجرح بحيث ان انا اشيل اي اثار من الايودين الموجود، واسيب الجرح ينشف وبعديها احط الميبو. يبقى انا كده خدت المفعول بتاع الميبو والمفعول بتاع الايودين بدون اثار جانبيه او بدون تفاعلات ما بين الاثنين مع بعض. ايه خلاصه الموضوع؟ في تفاعلات كتيره جدا بتحصل ما بين الادويه وبعضيها ما بتبقاش موجوده في البافل بتاع الدواء، لانها فعليا مش هتاثر على المريض كاثار جانبيه، مش هتعمل له مشكله، لكن التفاعلات دي ممكن تاثر على مفعول العلاج نفسه. فلازم انا كصيدلي واقف، لازم اخد بالي وانتبه، ولازم اعمل كاونسلنج كويس جدا للمريض على كل بريسكربشن بيجي لي. وظيفتي كصيدلي مش ان انا اقصر في علاجه بس، وظيفتي ان انا اعلم المريض ازاي يستعمل العلاج صح. ده سؤال الحلقه،
ما تنساش روح دور على الاجابه بتاعته بنفسك، او هتلاقي الاجابه بتاعته موجوده في الماتيريال في الوصف اسفل الحلقه. هستنى اجابتكم في التعليقات. كالعاده كل المواد اللي احنا استعملناها والفيديو نفسه وطريقه التحميل موجوده في لينكات اسفل الفيديو ده. ما تنساش لو عجبك محتوى الفيديو اعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. دمتم في امان الله واشوفكم الحلقه الجايه من اوتو فارماسيست.